السلام عليكم، جيتكم اليوم فيديو جديد. فيديو نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. قبل ما نبدا على الفيديو ديالي، اذا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ما تنساش الضغط على الزر الاحمر موجود تحت الفيديو، زر الاشتراك باش تشاركي معايا في القناه، وكذلك زر الجرس باش تبقاي توصلي بكل ما هو جديد. بالنسبه للبنات، الفيديو ديال اليوم تكون هكا عباره على الغداء او عشاء. بالنسبه لهاد لا سيمانه البنات، نحط لكم بزاف ديال لي غوسيت سورتو للعشاء. بالنسبه للبنات اللي كيحيروا شنو ندير الغداء شنو ندير العشاء، فنحط لكم ان شاء الله دي غوسيت للعشاء والغداء. بالنسبه كيف ما قلت لكم، لهذا الغداء هذا فكان عيد ميلاد ديال راجلي، ودجا واحد درت معكم الحلوه اللي عادي تشوفوا معايا دابا في الفيديو، نخلي لكم في صندوق الوصف ما تنساوش تشوفوها. كان عندي البنات غير النهار الصباح بوحده اللي كان خاصني نحضر فيه الحلوه وميم طون نحضر الغداء. نخلي لكم معايا نشوفوا هذا الغداء هذا كيفاش غنديروا ليه. بالنسبه للبنات، خديت هنا الاشواخ، خديتها درت فيها نص كيلو ديال صدر الدجاج مقطع هكا الى قطع صغيره. ممكن ديروا حتى صدر الديك الرومي على حسب متوفر عندكم، كذلك ممكن تستخدموا الكفته. بالنسبه للتوابل البنات، فان كل ملعقه صغيره، ملعقه صغيره ديال البابريكا او الفلفل الاحمر، ملعقه صغيره ديال الزنجبيل، وملعقه صغيره ديال الابزار، والملح قليل الملح على حسب الذوق. وكذلك نضيفوا هكا واحد ملعقه ديال زيت العود او زيت البلديه، وقليل من الكركم او الخرقوم. وكذلك نضيف البنات هنا ملعقه ديال الزبده، وغادي نطحن هاد الخليط ديالي. كيف ما ممكن انكم ديروا هكا، تاخذوا كفته واجده وتشرملوها بهذه الطريقه هذه، تدخلوا فيها العطريه. صافي البنات، انا هنا من بعد ما طحنتها خديت هكا على الرخامه، وضعت واحد البابي الومنيوم من التحت، ودرت عليه هكا البلاستيك غذائي من الفوق. وصافي داك الكفته ديالي من بعد ما طحنتها كيف ما كتلاحظوا كتجي بهذا الشكل هذا. كنحاول نضغط عليها باليد ديالي حتى كنحصل يعني على هكا يعني مستطيل كيف ما واضح في الفيديو. عاد عادي نبدا نعمرها. بالنسبه للحشوه البنات اللي كنديروهم لداخل كيبقى اختياري، ممكن تعمروها بالسبانخ وفخوماج، ممكن تعمروها بفخوماج بوحدو، يعني ممكن بالجبن، اي جبن متوفر عندكم كيبقى اختياري. فبالنسبه للتعمير انا نعمرها انا البنات هنايا، نديرها بلا دانت فيمي والفخوماج. كيف ما قلت لكم التعميره كتبقى اختياريه. هنا البنات من بعد ما استفدت لا دانت فيما كيف ما كتشوفوا، غنضيف هنايا ندير الفخوماج. بالنسبه للفخوماج ممكن تستعملوا موتزاريلا فخوماج، جوج اي فخوماج متوفر عندكم. كذلك ممكن انكم تقطعوهم على اصابع هكا طوالين، انا قطعتهم بهذا الشكل هذا وغنوضعهم في جنب واحد باش يجوني في الوسط. وصافي البنات، كيف ما واضح في الفيديو كنبقى نهز داك البلاستيك الغذائي وندير هكا على شكل رول، وكنضغط عليه مزيان البنات باش يشد ليا راسو. بالنسبه للبنات انا هنا درت رول واحد، فما نخليش هكا نقسمو على جوج حيت غنديرو في الكسكاس باش ياخذ ليا اسباس كيف ما كتشوفوا شويه كبير. ممكن ديروا هكا دو رول يعني من ديبار، فهكا انكم تكتسبوا وقت يعني احسن. عادي ناخذ هكا رول ديال البنات ونقسمو في النص، ومن بعد عادي نغلفو كيف ما قلت لكم. وهنا قبل ما نبدا، فانا درت الكسكاس ديالي درت فيه الماء خليته يغلى مزيان، عاد ندير فيه هاد لي رول ديالي. بالنسبه لهاد لي رول البنات ما كياخذوش وقت نهائيا، ميم با ربع ساعه كيكونوا جاهزين كيف ما قلت لكم. هادشي الا درتو الماء من قبل، ضروري يكون البنات الماء غليان باش كيف ما كنقولوا كيتفوروا دغيا. فكناخذ داك البلاستيك الغذائي كنلوي على داك الرول ديالي، وكنعقدو هكا من الجنيبات باش ما يدخلش ليا داك الفوار او الماء الرول ديالي. ومن بعد كنلويه في الالومنيوم كيف ما كتلاحظوا، وكنشدو. صافي غادي نلويهم بجوج، ومن بعد نوضعهم في الكسكاس كيف ما كتلاحظوا معايا. انا نخدمهم معايا ربع ساعه، تشوفوني شنو غادي ندير. وصافي غادي نجبدهم. صافي البنات، هنا بعد ما درتهم في الكسكاس، زيت هنايا خديت واحد الطنجره اللي وضعت فيها الماء حتى غلى مزيان، ودرت فيه الملحه والزيت شويه ديال الزيتون، ودرت فيه لي بات. بالنسبه لي بات البنات، اي لي بات نتوما تفضلوهم، درتهم كيتسلقوا حدايا. وخديت هنايا الفطره البنات اللي هكا يعني طري، كيف ما ممكن انكم تديروا المعلب على حسب المتوفر عندكم. انا خديت هنايا تقريبا واحد الخمسه ديال الحبات ديال الشامبينيون او الفطر، اللي ودعت لهم جوج ملاعق ديال الزبده، قطعتهم البنات غسلتهم وقطعتهم، ودرت لهم جوج ملاعق ديال الزبده، ندير القليل من الملح والقليل من الابزار. كيف ما ممكن انكم ديروا حتى الثومه غبره يعني في هذه المرحله هذه.
صافا البنات، كيكون النار عندي مشعوله كنبدا نخلط في هذا الفطر ديالي حتى كدوب ليا داك الزبده، وكنخليه هنايا على جنب انه يطيب ليا مزيان. وهنا كما كتشوفوا من بعد ما صبت غير داك الفطر ودرت لي بات ديالي كانوا واجدين عندي هاد لي غول هادو. صافي كناخدهم البنات وكنقطعهم بهذا الشكل هذا على شكل دوائر كما كتلاحظوا معايا. فانا ممكن تخليهم هكا، انا ما نخليهمش هكا، ندخلهم للفران. هكا البنات راهم طايبين وواجدين، ما يحتاجوا حتى شي حاجه. فانا فقط بغيتهم ياخذوا لي داك اللون الذهبي، داكشي علاش درتهم هكا في العطا اللي تدخل الفران، ونخليهم يتحمروا واحد شويه، نديرهم من الفوق يبان لي اللون ديالهم بدا كيتغير ولا كيمشي للميل الذهبي. صافي غادي نجبدهم. وهنا البنات كيف ما كتشوفوا كان الفطر ديالي هنايا طاب ليا، بقيت كنستمر كنحرك فيه حتى طاب ليا تماما. ومن بعد نديروا ليه القشطه الطريه او الكريم ديال الطبخ، كريمه الطبخ. بالنسبه لكريمه الطبخ البنات فانا عندي فيها 250 ملي، كاين اللي كتكون فيها 200 كاين اللي كتكون فيها 250، على حسب انا ضفتها هنا كلها، والقياس كيبقى على حسابكم، على حسب نتوما شحال تبغيو ديروا. صافي البنات كناخذ داك اسمح لي، كناخذ داك هذا الكريمه الطبخ ديالي كنخلطها مزيان حتى كنحصل عليها بهذا الشكل هذا. صافي البنات بالنسبه للتقديم بعد ما جبدت داك لي غول ديالي ستتهم هكا في جنيب ديال الطبسيل كيف ما واضح، ولي بات ديالي هزيتهم حطيتهم هكا في طبق تقديم ودرت داك الصوص من الفوق وزينت هكا بشويه ديال لي سبولات او ديروا هكا الربيع فقط للتزيين وصافي. وبالنسبه للعصير البنات انا درت هكا غير حامضه اللي عصرتها ودرت ليها الماء بارد و فرامبواز وصافي. كان الغداء ديالي بهذا الشكل هذا، وكيف ما قلت لكم ديجا واحد الطرت حلوه غنخلي لكم في صندوق الوصف ما تنساوش تشوفوها. ما بقى الا نقول لكم مع السلامه غدا ان شاء الله فيديو جديده، ورجعت لكم البنات بكل حماس، وعم نحط لكم ان شاء الله فيديوهات. باي باي.